بدأ طريق السلام في المنطقة العربية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبمرور 50 عاما على هذه الانتصارات، استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 ندوة ثقافية بعنوان 50 عاما على حرب أكتوبر. ما هوش نوع من الشيفونية ولا نوع من تمجيد الذات، بقدر ما هو إلقاء الضوء على تجربة إنسانية وتجربة وطنية أنا بشوف إنها من أنصع الصفحات في التاريخ المصري، وهي فترة ما بعد حرب 67 وصولا إلى حرب أكتوبر وما تم إنجازه في هذه المرحلة، إنها امتدت حتى وصلت إلى تحرير مدينة طابة كآخر محطة من محطات تحقيق الانتصار في هذه المعركة الكبرى. بعد هزيمة 67 بات استعادة الأراضي المصرية المحتلة هو الهدف الاستراتيجي السامي للقيادات السياسية المصرية، فحملت حرب أكتوبر ذلك الهدف على عاتقها حتى حققت كل آمال الشعب المصري بانتصاراتها. كتير من التفاصيل اللي حصلت في فترة الاستعداد للحرب مش معروفة، يمكن بنشوف بعض الأعمال الدرامية اللي هي بتبقى سريعة في انتقالاتها، لكن الموسوعة اللي بيقدمها المركز المصري بيحاول يقدم تفصيلاً لبعض الجوانب العميقة الحقيقة سياسية واقتصادية واجتماعية للمجتمع المصري والقوات المسلحة المصرية، بدءاً من رفض الهزيمة في 67 ومحاولة استرداد الكرامة المصرية أولاً والشخصية المصرية ثانياً ورفع المعنويات. بس الروح ديت الأول يعني بطرق كتير جداً جداً جداً، وفي أدوار كتير ليها، يعني القوات المسلحة ليها دور، الجهات المدنية ليها دور، الإعلام ليه دور، وأنا عاوز أقف هنا عند دور الإعلام في اللي احنا بنتكلم عن شباب مصري بالكامل، وليس الشباب اللي بيخش القوات المسلحة ولا الشباب اللي بيخش الشرطة ولا شباب مصر الكامل، ده هو جهة التعامل الرئيسية التي يمكن يكون لها دور في رفع روحه المعنوية وإنه يفهمه الحقائق ويوضح له الحقائق. ستظل حرب أكتوبر فخرا لأجيال كاملة، وسنكتشف فصولا منها كل عام، فلكل قول زمانه ومكانه. تحية وامتنان لكل أبطال الحرب، الشهداء منهم والأحياء. عزيز داود، ميسات.